عسلامة. عسلامة، مرحبا بك أكثر وبيك أنت وبالقناة متاعكم واللي ولات تقريب أشهر مني أنا وأنا أشهر منها توا، شهرنا بعضنا الزوز، مش مشكلة احنا زملاء في ال... اخترت باش تحكي معنا بخصوص المشاكل اللي يواجه فيها المواطن شهريا. والله هي المشاكل هذه كبيرة ياسر، ولات يقاسي فيها المواطن كل خدام كل عامل يومي بصراحة تمد عشرة ما تخلطش باش تكمل بها، تمد العشرة الثانية ما تخلطش باش تكمل بها، إنسان وحده ولا يصرف على روحه ما بين العشرة والأربعين دينار بارجور بارجور، أو مش شوية راهو كي تضربهم في الترونت أضرب أنت عشرين في ثلاثة قداش تلقى اثنين في ثلاثة 600 دينار إنسان يصرفهم على روحه وحده، فما بالك اللي عنده عائلة، اللي عنده عائلة مسكين يحليله. إن شاء الله العام الجديد يجي مع أحسن، وإن شاء الله إن شاء الله نتمناو الشعب التونسي كله والشعب والأمة العربية الإسلامية تتفرد أحوالها، خاطر علاش؟ مكثر التوانسة يعيشوا في الوسط، ما هي تبقى الوسط التحات، أما مازالوا يعيشوا في الوسط ولوطة، ما فماش كي تبقى العالية برشا، كي العاد تبقى العالية برشا إذما حلت جملة كلهم طاروا لبرا ولاو يعيشوا لبرا، بقات هنا تبقى فوق شوية وتبقى لوطة، تبقى لوطة هي لقات متعذبة، سيتو في غلاء المعيشة، غلاء المعيشة، إنسان ما عادش ينجم يشي اللي عنده عائلة ما عادش ينجم يشي كيلو لحم باش يفرح وليداته، إنسان تو قاعد يخمم في خبزة القط واللي خبزة القط تكلف من تقريب من 40 ل 80 دينار، الخبزة الباهية المتوسطة تكلف ما بين 40 80 دينار، ياسر عليه المواطن دي شارج كبيرة ياسر، شارج كبير ياسر على المواطن التونسي، وغالية المعيشة في الخضرة في الغلة في اللحم في الدواء، زاد اللي الدواء مشكلة في الدواء عندنا مشكلة كبيرة ياسر، مكثر الدويات مش موجودة، مكثر الدويات غالية زاد على المواطن اللي ما عندوش كنام ما عندوش سيناسيس ما يجمش يشي الدواء وما يجمش يعدي الفازيتا ولا تتكلف، السبيطارات ما تجمش تعدي فيهم، المستشفيات العمومية كلها لا علاقة بصراحة، يلزم زاد التحسين في المستشفيات العمومية باش المواطن البسيط ينجم يمشي يعدي ونجم يمشي ياخذ الدواء نتاعو وما يشريش من فارماسية، لأنه فارماسية تكلف، قبل كانت الفارماسيات في المستشفيات تعطي للزوالي، هنا مرحبا بك قاعة الأندلس معك. قاعه الاندلس تاعي انا رئيس سابقا. شنو بخصوص المستشفيات والدويات؟ المستشفيات ماهيش جاهزه كوم الفو باش تداوي المواطن التونسي، والمواطن التونسي انا اللي باش نداوي في المستشفيات، مش اللي عنده مليارات يمشي يداوي في مستشفى، واللي ما عندوش يمشي يداوي في كلينيك في مساحه خاصه، راه مساحات حشان، اللي ما عندوش ما يجمش يداوي، خاصة مرضى القلب، مرضى الأمراض المزمنة ما ينجموش يداويو في المستشفيات الخاصة، نقولوا لهم حسنوا لهم ظروفهم في العلاج في المستشفيات العمومية، وحسنوا لهم في ظروفهم في نيل الأدوية من مستشفيات من الصيدليات الموجودة في المستشفيات العمومية كما كانت بكري، السين أساسي يعطي المستشفيات تعطي. وبالنسبة للفقارة الكل تعدي في المستشفيات ومنا هانية ولا باس، هذه مش عارف وقتاش نحات نحات، هي ما تثورة راهو، هي ما تثورة، يلزم توا يرجعوا يعملوا كيما يقولوها احنا مش ريكوبيراسيون هذيك في حاجة أخرى، يعملوا يراجعوا أرواحهم ويرجعوا للخدمة القديمة اللي كانت تخدم في عهد بورقيبة وعهد بن علي بوركوا با، مانيش باش ننكروا انه خدموا الخدمه هذيك في صالح الزوالي، الزوالي مسكين لا إله في المصروف، لا إله في الدويات، لا إله في القرايه، لا إله في مش عارف شنو، برشا حاجات، الضوء، الماء، يلزم هنا يشوفوا لهم حل في المستشفيات العموميه باش على الاقل كي يمشي يداوي يلقى راحته، الزوالي يلقى راحته، يزي راهو ما ينجمش يمشي، الزوالي ما ينجمش يمشي عالج في المستشفى الخاص اللي هي الكلينيك احنا نقولوا، ما ينجمش باش يمشي يداوي زيت ب 70 ب 80 ويزيد يمشي يشي الدواء ب 400 ولا ب 500 سيتو نتاع الامراض المزمنه، والدويات هذه ما فماش يا حبذا هي ب 300 و 400 ومش موجوده،
مشكله مش موجوده. ساعه ساعه المريض يبدا يقاسي لين يموت ما يلقاش الدواء. هذه يلزمها يشوفوا حل في الحكايات هذه، في الناس اللي قاعده تجيب في الدويات ورجال الاعمال اللي قاعدين يجيبوا في الشيء هذايا، يلزم يشوفوا حل معاهم، لازم يشوفوا حل معاهم. علاش؟ خاطر هو يجي اذا كان جاب مثلا دواء ب 70 دينار بون باش يزيد نسبه معينه بتاع الديوانه وكل خلاصات وكل حاجه، لازم يشوفوا حاجه زاده الحل انسب باش ما عادش ياخذ عليهم تو معينه كبيره في الديوانه، ياخذ عليهم تو صغير باش ينجمك الزوالي ياخذها. هي جابها 70 باش ياخذها هو ب 80، مش ياخذها ب 300 ولا ب 400. يلزم يعملوا حساب الزوالي وقفة الزوالي ما ينساوهاش زادة، اللي كي يخرج ب 70 دينار ولا ب 50 دينار يلزموا يقضي بتاع جماعة كاملة، مش يقضي ب 70 دينار بتاع نصف نهار مش نهار. 70 دينار ما عادش تقضي راهي صراحة، تخرج ب 10,000 فرنك في جيبي قهوة وباك ودخان، أكثر من هذا ما يجيبوا لك شيء. 10 دينار 20 دينار يفطروك فطور نص النهار ويجيبوا لك قهوة وباك ودخان آخر. فابريس هنا الزوالي ما يجمش باش يعيش كل يوم باش يصرف على روحه 30 و 40 دينار. ماهوش عنده كان هو روحه بس، عنده عائله في رقبته، عنده اولاد، عنده مراه، كما قلنا عنده ماء وضوء وعنده دويات، يلزم يعملوا له حساب. ان شاء الله العام الجديد ينظروا في برشا حاجات، وانا عندي الثقه في قيس سعيد وحكومه قيس سعيد، وانا باش تنظر في الحاجات هذيا، وان شاء الله ربي يكون في عونك الزواوله الكل. ونتمنى نتمنى يا رب كان رجال الاعمال يخفوا شويه الحمل على الزوالي بالرسمي، بالرسمي رجال الاعمال لازم يطيحوا من مرواحهم شويه، وما يخموش كان في رواحهم، كبروا شكروشهم، خموا فك الانسان الزوالي ملوح تحت القاع، اللي بيت تحت قنطره، اللي بيت مش عارف وين تحت كرزونه، اللي بيت تحت توله، خموا فيه هذاك، خموا كان في كروشكم في اولادكم، خلوا فيهم في نيويورك. بطاله ما عندهاش باش تصرف. بطاله ما عندهاش منين تصرف، خموا فيهم هذوك عملوا لهم فون سوسيال. على الاقل ياخو شوماج نهار اخر كيما في فرنسا عندهم شوماج. البطال ياخو شهريه سالير، علاش يمشي يسرق؟ علاش يمشي يتحيل باش يمشي ياخو القهوه ولا باكو دخان؟ عملوا له شوماج. خموا يا رجال الاعمال، خموا في صندوق فون سوسيال للزوالي، تفيدوا بيك الزوالي، اكل لي هذاك منكوب مسكين ما عندوش منين يجيب حتى حق باكو دخان. اليوم ان شاء الله الحكومه التونسيه تقعد مع رجال الاعمال وتعمل مصالحه وتخمم في الزوالي في الفونز في السوسياليتي اكثر من حاجه اخرى. السوسياليتي هي اصعب حاجه له باش تعالجها. السوسياليتي اصعب ميدان، هي الميدان العلم الاجتماعي راهو صعيب ياسر باش تعالجه، بحر ما عندوش نهايه. الفقر موجود في العالم الاجتماع راهو مش عيب الفقر، لكن نجموا نعالجوه. 12 مليون عندنا زوز ملايين لاباس عليهم، 5 ملايين متوسطين والبقيه زواوله، نجموا نعالجوها. الفقر هذا نجموا نعالجوه كي نحطوا اليد في اليد بحول الله لاباس. ان شاء الله يا رب عامنا مبروك، ان شاء الله سنه مقبله مبروك علينا وعليكم وعلى الامه العربيه الاسلاميه وعلى التوانسه الكل وعليكم انتم كصحفيين. ان شاء الله تحسن اموركم، ان شاء الله الناس هذه تتفاهم شنو هي خدمه التروتوار هذه. خدمه التروتوار راهي باش يوصلوا لكم صوتكم، راهو يا ناس باش يوصلوا لكم صوتكم. اللي ما عنده اللي كان ما ينجمش يطلع للتلفزه ما يشوفوهش، ما ينجمش يطلع للتلفزه، هاو جاتهم حتى لديهم، جاتهم حتى لساقيهم. اعطيهم فرصه باش يطلعوكم، راهي هذه فرصه باش يطلعوكم باش تكلموا على حقوقكم. راهم يوصلوكم في كلامكم، راهم يوصلوكم في المعلومات، برشا حاجات تقضات بالتروتوار. انا واحد من الناس صارت لي مشكله، وعندك انت ظهرلي الانترفيو، عندك انت وقت ايامات الكورونا كان تذكرتي اول انترفيو عملته عند زميلتي، عند زميلتك مش مشكله. أو وانا صارت لي مشكله ما خلونيش ندخل خاطر ما عملتش تلقيح وطردوني من خدمه، وهي ورجعت نخدم بالميكرو هذايا عند زميلتكم انتوما. يعني هنا جماعه التروتوار راهم قاعدين يخدموا في خدمه معاناه كبيره ياسر، قاعدين يوصلوا في المعلومه، والمعلومه نتاعهم ثابته وقاعده تتقضى قضياتكم بالتروتوار. يا ناس فيقوا على رواحكم، راهم الناس هذوما قاعدين يضحيوا من اجلكم انتوما. وان شاء الله عامكم مبروك. شكرا.